السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمعون الكرام، في هذه المحاضرة أو في هذا الشرح البسيط إن شاء الله سنتعرف إلى ماهية البحث العلمي، ما هو البحث العلمي، وكيف نختار عنوانا. وكما ستعرفون إن شاء الله، فإن اختيار العنوان هو أكثر من نصف الطريق. حين نختار عنوان للبحث تبعنا، فنحن سنكون قد قطعنا ما يجاوز نصف الطريق باتجاه البحث. كيف ذلك؟ تابعونا لنعرف إن شاء الله كيف ذلك. في البداية لهذا الشرح مجموعة من الأهداف. إذا تحققت هذه الأهداف سيكون المستمع إن شاء الله، أو ستكون إن شاء الله، قادراً على معرفة معنى البحث العلمي. مهم جداً نعرف شو يعني بحث علمي. وأنا بهتم بهذا الأمر، مهتم بأنه نعرف معرفة تطبيقية وليس معرفة يعني حفظ، ليست معرفة حفظ بل معرفة تطبيق. كل ما سيدور في هذا الشرح والشرح التالي وما سيليه إن شاء الله حتى اختتام هذا المساق بالكامل سيدور باتجاه التطبيق وليس باتجاه الأمور النظرية. فيجب أن نعرف معنى البحث العلمي معرفة تطبيقية وليس معرفة نظرية. الفرق، يجب أن نعرف ما هو الفرق بين الكتابة العلمية للحصول على شهادة والكتابة للحصول على ترقية. هذا مهم جدا أن نعرف، لأنه في أنواع للكتابة للبحث العلمي. يمكن أن نكتب عشان نحصل على شهادة ماجستير، يمكن أن نكتب عشان نحصل على شهادة دكتوراه، ويمكن أن نكتب لأجل الحصول على ترقية. وهناك اختلاف ما بين الكتابة بهذه الطريقة والكتابة لهذه الطريقة. أيضا يجب أن نعرف ما هو العلاقة بين العنوان وعناصر الفصل الأول من البحث. هناك علاقة وثيقة ما بين العنوان وما بين عناصر الفصل الأول، هناك علاقة وثيقة ما بين العنوان وعناصر الفصل الثاني. لكن اليوم إن شاء الله سنكتفي بالتعرف على العلاقة ما بين العنوان وعناصر الفصل الأول. من المهم أيضا أن نعرف ما هي الأمور الواجب أخذها بعين الاعتبار حين اختيار موضوع البحث. عندما باجي أختار موضوع للبحث، في أمور مهمة جدا بدي أحطها بعين الاعتبار. أيضا ما هي خصائص العنوان؟ يجب أن أكون عارفاً ما هي الخصائص التي يجب أن تتوفر في العنوان. أخيراً، إذا انتهى هذا الشرح وأنت قادر على أن تكتب عنواناً لبحث، فقد أنجزت إن شاء الله كثيراً كثيراً من مهمات هذا الدرس إن شاء الله. فنبدأ إن شاء الله على بركة الله بأن نسأل سؤالاً مهماً: ماذا نقصد بالبحث العلمي؟ طيب، ببساطة كلمة علمي، طب أنا ما أقول بحث علمي، يبقى هناك بحث ليس علمي. طبيعي إذا بقول بحث علمي تلقائيا سيكون في مفهومي أن هناك بحث لا تتوفر فيه الخصائص العلمية. على سبيل المثال، تعال نشوف هذا الفيديو، عملية بحث طبيعية. لحظة، حتى الآن لاحظ أنا بكتب بجوجل ماذا نقصد بالبحث العلمي، ببحث أنا هذه processing اللي هي عملية البحث اللي أنا بقوم فيها. ماذا نقصد بالبحث العلمي؟ لاحظ أنه طلع لي الآن البحث العلمي أو البحث أو التجربة التنموية هو أسلوب منتظم كذا إلى آخره. أنا عملت عملية بحث، لكن هل العملية الآن قمت فيها الآن بأجريها هل هي عملية بحث علمي ولا مجرد بحث؟ ما هو في فرق ما بين أن تبحث وما بين أن تبحث علميا. طبعا ما أقوم به الآن هو عملية البحث وليس البحث، هو عملية البحث، تمام. وطبعا لما بحثت وجدت مواقع كثيرة جدا تتحدث عن مفهوم البحث العلمي وطرائق البحث العلمي، منهجية البحث العلمي، حوكمة وسياسات البحث العلمي، تعريف وخصائص البحث العلمي، كثير جدا. لكن هل هذا هو البحث العلمي؟ هل هذا الإجراء اللي أنا قمت فيه هو البحث العلمي؟ هل هو البداية الصحيحة للبحث العلمي؟
انا بقدر اقول لك لا. ليش؟ تعال اخذ التعريف اللي انا اخذته الان، اول تعريف لقيته في ودي، تعال اخذه، تعال نقيس عليه. بقول لك البحث العلمي او له مسميات كثيره هو اسلوب منظم. طيب شو معنات كلمه منظم؟ شو معنى كلمه منظم؟ كلمه منظم معناها ان انا قادر ان اعيد العمليه في ابحاث في 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 ذات البحث او ابحاث اخرى دون ان يحدث هناك خلل. طب انا في موضوعات قد لا اجدها في جوجل، انا اليوم لقيت بحث علمي. طب اذا في نفس السياق بدي ابحث ممكن ما الاقيش موضوعات اخرى، ما فيش توفر. يبقى بدي اضطر بدل ما اروح بحثت في جوجل ممكن اضطر اروح ابحث في كتب. اختلف النمط تبعي، لانه جوجل ممكن يعطيني ذا لاست ابديتد، اخر موضوعات موجوده، بضطر ارجع لكتب مش موجوده، ممكن تكون من 1987 1990. اذا اسلوب البحث انا مش منظم. لا طب بحثت في جوجل، جوجل هيعرضني الاف المواقع. يبقى انا ما رحتش على مجله محدده او على جامعه او على مكتبه وبحثت، اذا هذا مش منظم البحث. تمام. طب في جمع المعلومات اهم نقطه في هذا الموضوع، الموثوقه. طب انا لما جيت اخذت اول موقع في وجهي كان لويكيبيديا. طب ما اي حد بيكتب في ويكيبيديا، وممكن بعدين اجى موقع موضوع. طب ما اي حد بيكتب في موضوع. تمام. هل معلومه موثوقه؟ التعريف اللي انا اخذته هل هو موثوق؟ مش شرط على البحث العلمي. انا لو نتكلم اليوم انا ببحث عن التهدئه، احنا في ظل الحرب، عن التهدئه. لو كتبت كلمه التهدئه في موقع هيجيب لك التهدئه الساعه 12 بالليل، في موقع هيجيب لك ما فيش تهدئه، في موقع هيجيب لك انه بدات التهدئه من جانب الجانب الاحتلال، في موقع هيجيب لك المقاومه ترفض التهدئه. وكل موقع ويقيس على جانبه. طب وين الموثوقيه؟ انت تصدق مين؟ انت تصدق مين؟ وكذلك عندما تستخدم مواقع البحث في يكون عندك ما خلصت اليه موثوقا، لانه لا يجوز اني اخذ معلومه واقول هيا معلومه. اذا اخذت معلومه من اي مكان لاي حدا فهذا عندي اختلال. اروح اخذ معلومه من الفيسبوك واقول هذا بحث علمي؟ يجب ان تكون المعلومه موثوقه. طب كيف تكون المعلومه موثوقه؟ طب هذا موضوع مش اليوم حنتكلم فيه، ولكن تذكر انه عشان تكون معلومه موثوقه يجب ان تستند الى مصدر صحيح موثوق وان توثق المصدر. طيب انا بحثت، بدي ادون ملاحظات عن البحث، وانا اول ما طبت ركبت يعني على طول فورا انا كتبت البحث العلمي، اول حاجه طلعت لي بدي اشوفها اخذها؟ لا، بدي اشوف كذا تعريف للبحث العلمي واستخلص الاشياء التي اتفق عليها المعرفون والتي اختلفوا فيها، وهذا ما يسمى بالتحليل. طب كلمة موضوعي مهمة، كلمة موضوعي. البحث العلمي يجب أن يكون بعيداً عن إيش؟ بعيداً عن الأمور الشخصية تبعتنا. حتى الله سبحانه وتعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا، اعدلوا هو أقرب بالتقوى. بمعنى ما أدخلش اعتقاداتي في البحث، لا، البحث ملوش علاقة في اعتقاداتي، بيكون موضوعي حيادي. طيب باتباع أساليب ومناهج علمية مهمة جدا هنتكلم عنها. أنا ما بنفعش أبحث وخلص في منهج علمي للبحث، ممكن أبحث بمنهج الكيفي، بالمنهج الكمي، بالمنهج التحليلي، بالمنهج الوصفي، لكن في منهج معين بدي أتبعه أنا ببحث وأنا بطبق البحث. وأنا لا أقصد بحثي في جوجل، أنا أقصد بحثي بشكل عام، البحث اللي بدي أكتبه بدي أتبع فيه أساليب علمية. طب ما الهدف من البحث؟ عد عندك أهداف. التأكد من إيش؟ من صحتها اللي هي إيش؟ من صحة المعلومة. يبقى أنا في عندي معلومة قد أكون شاكك فيها. هدف البحث وأنا قاعد بدي أجي أعمل بحث بدي أقول أسأل حالي سؤال. طب أنا ليش بدي أعمل البحث؟ ليش أنا بدي أعمل البحث؟ واحد، أتأكد من صحة معلومة. على سبيل المثال اليوم في نظرية اسمها إلكتشومسكي، اسمها نظرية السن الحرج أو الفترة الحرجة. بيقول فيها تشومسكي إنه الطفل ما قبل سن 14 عام
يستطيع أن يتعلم اللغة ببساطة. بمعنى لو جبنا طفل من سن سنة ل 14 سنة عيشناه مع أب عربي وأم إنجليزية وجدة ألمانية وجد سويسري وخال يتكلم البرتغالية وعمة تتكلم الإيرانية وعاش في هذا الوسط، يستطيع وفق النظرية يستطيع هذا الطفل أن يتعلم كل هذه اللغات مجتمعة وأن يتكلم مع كل شخص بلغته. يعني مع أبوه هيتكلم عربي، مع أمه هيتكلم بإنجليزي، مع ستو هيتكلم سويسري، مع سيدو هيتكلم حسب اللغة. هيك النظرية بتقول. طب أنت الآن سمعت هاي النظرية وتقول والله مش مصدقها، مع أنه تشومسكي. طب بتروح إيش بتسوي؟ بتطبق النظرية هاي في مدرستك على طلاب ما قبل سن 14 وطلاب ما قبل سن 14، وتشوف مدى استيعابهم. وهدفك هنا من البحث أن تتأكد من صحة النظرية. ممكن يكون هدفك أن طبعا أن تعدل على النظرية، مع أنه بسأل حالي دائما سؤال وأنا مين عشان أعدل على تشومسكي، لكن ممكن يكون في خطأ معين مش على تشومسكي، على ناس تانيين، أو أن تضيف لها جديدا، أن تضيف للنظرية جديدا. مش شرط نظرية، ممكن في موضوع بسيط أنت تقول النظرية، لا موضوع بسيط تضيف له إشي جديد. ممكن يكون الجديد على مستوى العينة، يعني واحد عمل بحث بده يعرف أثر استخدام التكنولوجيا على طلاب الصف السابع، هو عمله في المنطقة الوسطى، أنت بتعمله مثلا في المنطقة الشمالية، أنت أضفت جديد بتغيير العينة، وقد يكون هذا الجديد بسيطا. طب أنا تأكدت من الصحة أو عدلت أو أضفت جديد، أن أتوصل إلى بعض القوانين والنظريات. إن القوانين والنظريات مش شرط تكون قوانين زي قوانين فيثاغورس أو كليدس، لا، إنك توصل لي لهذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا صح وهذا خطأ، أن نسير بهذا الطريق ألا نسير بهذا الطريق. أنا لازم أخلص في نهاية البحث لحاجة تفيد المجتمع، حاجة تفيد المجتمع، بأن أتنبأ بإني أقول مثلا إذا فعلنا ذلك ينتج ذلك. تمام؟ وأنا ليش بعمل البحث؟ أنا أصلاً ليش بعمل البحث؟ إذا اليوم عملت بحث على التعليم الإلكتروني، أثر التعليم الإلكتروني على الطلاب، طب أنا بعمل البحث عشان إذا في خلل في جانب من جوانب التعليم الإلكتروني أصحح الخلل، وهذا اسمه التحكم. طيب إذا في ميزة بدي أعزز الميزة، هذا اسمه التحكم. أنا علشان هيك بعمل البحث العلمي. إذا ما يختلف البحث العلمي عن عدم البحث العلمي، البحث العلمي يستند إلى مصادر موثوقة، البحث العلمي موضوعي، لا يتعلق بأمور شخصنا، البحث العلمي يهدف إلى إضافة شيء جديد يفيد المجتمع، البحث العلمي يهدف إلى التنبؤ بأمور قد تحدث مستقبليا لأغير، إذا كان في جوانب سلبية أغير، وإذا في جوانب إيجابية أعزز. طيب أنا عرفت شو البحث العلمي، طيب بسأل نفسي ما هو هدفي لكتابة البحث العلمي؟ وهو مهم إني أنا أقول أنا أحياناً بكتب البحث العلمي لحصول على رسالة ماجستير أو دكتوراه. طيب ممكن إني أنا أكتب البحث العلمي للحصول على ترقية، ممكن أكتب البحث العلمي للمشاركة في مؤتمر علمي، ممكن أكتب البحث العلمي لأشارك الناس بتجربتي، وممكن أكتب البحث العلمي لأكتشف مزيدا من المعارف. وكل واحدة بهدول تقريبا تختلف عن الثانية، يختلف البحث شكله تقريبا يختلف شكله باختلاف الهدف. ليش؟ تعال نتكلم. بحث الماجستير أو الدكتوراه لا يقل في الغالب عن 100 صفحة، وأحيانا يصل إلى 300 صفحة. تمام؟ لكن البحث العلمي المنشور في مجلة قد يصل من 7 ورقات وقد إلى 50 ورقة. طبعا أنا بقولكش نظرية وقاعدة، أنا أغلب اللي شفته هيك. البحث الماجستير أو الدكتوراه بنقارن إحنا على مستوى العدد الآن، بحث الماجستير أو الدكتوراه أقله 100 وأكثره 300. أنا ملاحظة طبعا ممكن تقول لي يعني طب أنا وصلت 350، والله انا ما شو انا يعني ما فيش مشكله بالنسبه لي، هذا بيتبع لقوانين الجامعه اللي انت بتقدم لها البحث، هل بتسمح لك ما بتسمح الكاش. ولكن نتكلم، لاحظ الفرق ما بين ان تكتب
بحث علمي للحصول على ترقية، والآن بوضح شو يعني ترقية، وبحث علمي للماجستير أو الدكتوراه. طبعا في فرق ما بين يعني تقولي طب بحث من 7 ورقات، كثير جدا في أبحاث منشورة من 7 ورقات إلى غاية 50 ورقة، ما شفتش أصلا أبحاث تجاوزت 50، يمكن بحث اللي شفته تجاوز 50 اللي هو منشور الحصول على ترقية. لكن بحث الماجستير ما عمره شفت بحث أقل عن 100 ورقة و 175 ورقة. تمام؟ إذا نشوف الفرق أول شيء بين عدد الأوراق. فأتكلم عن الفرق، شوف تكلم أنت إذا بتعمل بحث ماجستير أو دكتوراه بيختلف بالعدد تماما إذا بتعمل بحث للترقية العلمية. الآن حجاوب شو يعني ترقية علمية. طيب إيش كمان؟ نقول إحنا بحث الماجستير أو الدكتوراه عبارة عن فصول، خمسة فصول بحث الماجستير أو الدكتوراه مفصلة. الفصل الأول اسمه مقدمة الدراسة Introduction to the Study. الفصل الثاني اسمه الإطار النظري Theoretical Framework. الفصل الثالث اسمه منهجية الدراسة Methodology. الفصل الرابع اسمه Results النتائج. الفصل الخامس اسمه طبعا الرابع ممكن يكون Results and Discussion النتائج والنقاش. الفصل الخامس ممكن يكون اسمه Recommendations. هاي 5 فصول. لكن البحث المنشور للترقية العلمية لا يجزأ إلى فصول. ما تجيش تسمي لي فصل 1 فصل 2 فصل 3، ما فيش منه. تشعر بأنه وحدة واحدة، تمام، وما فيش في يعني مش مفصل للفصل الأول فصل الثاني فصل الثالث. تشعر أنه يأتي في سياق متدرج ما وتشعر أنه في حال أن الكوهيجن والكوهيرنس التلاحم والتناسق وكأنه موضوع واحد منسدل ومنساب انسيابية ممتازة جدا. لكن الفصل الماجستير والدكتوراه هناك فصل واحد، الفصل الأول الفصل الثاني الفصل عند الفصل الخامس. إذن أولا الماجستير والدكتوراه عدد أوراقها لا يقل عن 100 ولا يزيد عن 300، لكن البحث للترقية العلمية قد يصل 7 ورقات إلى 50 ورقة. يفصل الماجستير والدكتوراه إلى الفصل الأول والثاني والثالث عند الخامس. لا يفصل البحث العلمي للحصول على الترقية إلى فصول. وكأني قاعد بقول لك أن البحث العلمي للحصول على ترقية هو ملخص لكتابة البحث الموجود في الماجستير أو الدكتوراه، ملخص. طب شو يعني أني أعمل بحث لترقية علمية؟ أنا ممكن أكون دكتور في جامعة عشان أصير أستاذ مشارك بدي أنشر حسب قانون بعض الجامعات 5 أبحاث على مدار سنتين في مجلات محكمة. بعدين بنعرف شو يعني محكمة. عشان أصير أستاذ دكتور بدي أنشر، بعد ما أصير أستاذ مشارك بدي أنشر كمان 5 أبحاث أو كذا عشان أصير أستاذ دكتور. هي اسمها الترقيات، ترقية في مجالك، لأنه بعد ماجستير دكتوراه في أستاذ دكتور. هاي بحصل على أستاذ دكتور بنشر الأبحاث للحصول على الترقية العلمية. تمام؟ طبعاً ممكن أنشر بحث للمشاركة في مؤتمر علمي، وهذا بده يكون بحثي منسجم مع شروط المؤتمر. يعني إذا بيعطوني قديش المساحة اللي بيعطوني إياها، إيش الموضوع اللي بدي أشارك فيه، ولكن أيضا لا يزيد من 7 إلى 50، ما بزيدش، هو نفسه في هذا الإطار. البحث العلمي المنشور المساهمة في مشاركة تجارب آخرين، ويندمج طبعا نفس بالعدد وكذا نفس السياق للترقيات العلمية. والهدف اكتساب مزيد من المعارف. اليوم أنا يختلف اكتساب مزيد من المعارف عن الـ4 نقاط السابقة بأنه إذا بدي أنشر بحث لذاتي يبقى هو بحث التزم فيه بالمعايير العلمية وليس المعايير اللي هي الخاصة. كل مجلة بدي أنشر فيها إلها معايير، إلها موقد، إلها توقيت، إلها أسلوب، إلها نظام. إذا بدي أنا بدي أبحث علمياً عشان أكتسب معارف يبقى ببحث في إطاري أنا وأسلوبي أنا، لكن بحثاً علمياً. طيب مرة أخرى، الأبحاث في الماجستير والدكتوراه فصلها الأول مفصل، يعني هتلاقي فيها نقاط الفصل الأول مفصلة من حيث المقدمة، مشكلة الدراسة، أهمية الدراسة،
فرضيات الدراسة، أهداف الدراسة، حدود الدراسة، التعريف الإجرائي للدراسة. لكن الأبحاث تبع الخاصة بالترقية ما فيش فيها هذا التفصيل، ليس فيها هذا التفصيل. اتفقنا؟ إذن لما أعرف هدفي للبحث العلمي بدي أعرف كمية المطلوبة قدامي الآن اللي بدي أكتبها، بدي أعرف كمية الورق اللي بدي أكتبه، بدي أعرف الوقت اللي بدي أستغرقه، بدي أعرف آلية الكتابة، هل حكتب فصول ولا حكتب بحثا واحدا بدون تجزئة وفصول. ما هي الخطوة الأولى لنبدأ في كتابة البحث العلمي؟ أولا أن نعرف عناصر الفصل الأول وعلاقتها بالعنوان. طب هذا إذا اليوم إحنا بدنا نطبق عناصر الفصل الأول على اعتبار أننا نريد أن نكتب بحث للماجستير أو الدكتوراه. ليش؟ لأنه إذا عرفنا كيف نكتب بحث للماجستير أو الدكتوراه يسهل علينا أن نكتب بحث للنشر في مجلة. هو الأصعب، نأخذ الأصعب ليسهل علينا الأسهل. فعناصر الفصل الأول وعلاقتها بالدكتوراه، ما هي عناصر الفصل الأول؟ المقدمة، أهمية الدراسة، أهداف الدراسة، فرضيات الدراسة، أسئلة الدراسة، مشكلة الدراسة، حدود الدراسة، التعريف الإجرائي. والآن نأتي لنتعرف ما العلاقة بين أسئلة الدراسة والعنوان. ما العلاقة بين أسئلة الدراسة والعنوان؟ ما العلاقة بين أهداف الدراسة والعنوان؟ تسألني ليش جوزت المقدمة؟ ليش ما حكيتش عن المقدمة؟ ليش ما حكيتش عن أهمية الدراسة؟ مباشرة دخلت في أهداف الدراسة وأسئلة الدراسة، لأن هناك علاقة وثيقة ما بين عنوانك وأهدافك وأسئلتك. عنوانك وأهدافك وأسئلتك. ببساطة شديدة جدا بقدر أقول لك إنه الهدف الرئيسي للدراسة يتم اشتقاقه مباشرة من العنوان، وبعيد السؤال الرئيسي للدراسة يتم اشتقاقه من العنوان. يبقى الهدف الرئيسي والسؤال الرئيسي يتم اشتقاق كليهما من العنوان. تعال نشوف هذا العنوان: Using mobile apps in developing Al-Quds Open University English Majors Listening Skills. استخدام تطبيقات الهاتف في تطوير مهارات الاستماع لدى طلاب اللغة الإنجليزية في جامعة القدس المفتوحة. هذا العنوان. تعال نشوف الباحث اللي أجرى هذا البحث كيف صاغ الهدف وكيف صاغ السؤال، عشان نعرف ما العلاقة ما بين العنوان والهدف. عشان لما باجي أكتب عنواني لازم وأنا بكتب عنواني أحط في رأسي معلومة مهمة جدا، إنه الهدف مشتق من العنوان والسؤال مشتق من العنوان. طلع هاي السؤال: What are the effects of using mobile apps in developing Al-Quds Open University English Majors Listening Skills؟ نقارن مباشرة. هي لاحظ What are the effects، خلينا نحط هان اوف، أعلم لك على هاي. أقارن الآن: Using mobile apps in developing Al-Quds Open University English Majors Listening Skills. فقط اللي عملوا إنه سأل السؤال What are the effects، وهي واحدة من عدة أسئلة قد تطرح. يعني ممكن واحد ما يقولش what are the effects، واحد ممكن يقول حاجة تانية، لكن هو فقط أضاف السؤال اللي بده يسأله وحط العنوان كما هو، وهذا اسمه main question، السؤال الرئيسي اللي نشتق من السؤال الرئيسي بعد ذلك أسئلة فرعية. نأتي في درس لاحق إن شاء الله لاشتقاق الأسئلة الفرعية. لكن مهم الآن وأنا بصيغ العنوان أعرف إنه نتكلم بالعربي، استخدام تطبيقات الهاتف في تطوير مهارات الاستماع لدى طلاب اللغة الإنجليزية في جامعة القدس المفتوحة. السؤال بالعربي: ما أثر استخدام، ما أثر، بس حط ما أثر
استخدام تطبيقات الهاتف في تطوير مهارات الاستماع لدى طلاب اللغة الإنجليزية في جامعة القدس المفتوحة، وحط بعدها استفهام. هاي السؤال الرئيسي. يبقى السؤال الرئيسي مشتق مباشرة directly من العنوان مباشرة. متفقين؟ agreed؟ تمام. طب نيجي نشوف علاقة السؤال بالهدف أو العنوان بالهدف. نيجي تاني، لاحظ هاي العنوان using mobile apps، لاحظ the purpose of the study، the current study aims to، هاي هدف الدراسة. Recognize the effect of، recognize the effect of، تعال نشطب هذه. لما نشطب هذه بضل عندي العنوان. أنا بخلص لنتيجة بقول إنه الهدف الرئيسي، ما هو في عندي هدف رئيسي، في عنده سؤال رئيسي. الهدف الرئيسي زي السؤال يشتق من العنوان. يبقى الهدف الرئيسي والسؤال الرئيسي يشتق من العنوان. تعال بالعربي نتكلم. استخدام تطبيقات الهاتف إلى آخره. الهدف أن ندرك أثر استخدام، كتب أن ندرك أثر استخدام تطبيقات الهاتف إلى آخره. يبقى أنا ما باجي بكتب العنوان بدي أكون عارف إنه عنواني سأشتق منه السؤال الرئيسي وسأشتق منه الهدف الرئيسي. إذا عرفت هاي النقطة، إذا عرفت هاي النقطة حيسهل علي فيما بعد كتابة البحث. لأنه مش آجي أنا أعمل عنوان بحث وعندما آجي للأسئلة أروح أحط أسئلة على رأي الدكتور نظمي، هو مدرسي وأستاذي، وعلى يعني دكتور نظمي المصري وجه له تحية إذا يوم من الأيام سمع هذا التسجيل، دكتور عريق في جامعة عريقة، جامعة الإسلامية، بقول يعني أن تضع الأسئلة في منحة والعنوان في منحة بتكون معك شلقت، يعني كل واحدة راحت في شقة، يعني كأنه انفجار، كل جزء يتطاير إلى أجزاء أخرى. وعشان هيك أنت قبل يعني وأنت تصيغ العنوان اعرف إنه عنوانك هو مصدر أسئلتك، عنوانك هو مصدر أهدافك. لا تضع عنوان وبعدين تنزل عندما تيجي تكتب الأسئلة أو تكتب الأهداف تلاقي حالك مش عارف للأسئلة ولا الأهداف. لا، وأنت تكتب في العنوان اعرف أن العنوان هو مصدر الأسئلة ومصدر الأهداف. هي أول نقطة من عرفها قبل كتابة العنوان. تمام؟ نيجي هاي مثلا مقارنة. شوف نقارن ما بين السؤال الرئيسي والهدف الرئيسي. ولا حاجة، ببساطة. What are the effects of؟ وقال لك recognize the effects of. شال what are وحط recognize. طب هذا صح؟ صح، هو هيك. بسألني بالبساطة؟ بهالبساطة هذه وأسهل كمان. بس ببساطة إني أنا أخذ العنوان what are the effects، أحط بدل recognize the effects، والباقي هو العنوان. هاي لاحظ الباقي هو العنوان. هل هذا في كل الأبحاث؟ في 99% من الأبحاث. السؤال الرئيسي، وأنا بأكد لك، السؤال الرئيسي والهدف الرئيسي بيتعامل معهم بهذه الطريقة. يتم التعامل مع السؤال الرئيسي والهدف الرئيسي بهذه الطريقة. تمام. طب ما هي الخطوة الأولى لكتابة البحث العلمي؟ حكينا أن نعرف العلاقة ما بين أسئلة الدراسة والعنوان، عرفنا العلاقة ما بين هدف الدراسة والعنوان. الآن نعرف العلاقة بين مشكلة البحث والعنوان. طب أنا قبل ما أتكلم عن العلاقة بين مشكلة البحث والعنوان بدي أسألك ماذا نقصد بمشكلة البحث؟ ماذا نقصد بمشكلة البحث؟ والقضية وين؟ اللي بيعمل عندي أو عندك أو عند الآخرين مشكلة في معرفة كيفية كتابة مشكلة البحث إنه إحنا أصلاً مش عارفين شو يعني مشكلة البحث. ببساطة عندما تريد أن تكتب مشكلة البحث، وهذا حنتطرق له إن شاء الله في محاضرة لاحقة أو في درس لاحق، ما بدي أبعد عن كلمة محاضرة وكلمة درس، خلينا نقول شرح، لأنه يعني أنا يعني أقل من إني أقول إني أعطي محاضرة، أنا إنسان متواضع يعني، أقل من إني أقول محاضرة ودرس، لا، شرح بسيط، يعني حاجة بسيطة إن شاء الله.
نتكلم عن أن نسأل سؤال. أنا بقى أجي أكتب مشكلة البحث، لما أجي أكتب مشكلة البحث إيش لازم أسأل نفسي سؤال؟ السؤال بدي أجاوب عليه، لماذا اخترت هذا العنوان ولم أختر غيره؟ لماذا اخترت هذا العنوان ولم أختر غيره؟ طب أنا عندي اليوم أنا طالب بكالوريوس وعندي بحث تخرج، أو أنا طالب ماجستير وعندي البحث الختامي، أو طالب دكتوراه وبدي أعمل بحث. طب ما ممكن يسألني المشرف تبعي ليش هذا الموضوع؟ إيش معنى؟ إيش معنى اخترت هذا الموضوع؟ إيش معنى اخترته؟ لماذا هذا الموضوع وليس ذلك الموضوع؟ إجابة هذا السؤال هي مشكلة البحث، وليس مشكلة البحث أن هناك مشكلة عويصة ومطلوب منك كباحث أن تحلها. أنت كباحث لا يجب عليك أن تحل مشكلة عويصة، بل يجب عليك أن تبين للعيان قضية معينة، تضيف، تحدد، تنفي، تجرب، لكن ما عليكش أن تجيب مشكلة عويصة وتحلها. مش هتطلع في نهاية بحثك بنظرية، مش هتطلع في نهاية بحثك تشومسكي ولا قليدس، في نهاية بحثك هتطلع بحل مشكلة بسيطة. والمشكلة اللي بتحلها مش هي مشكلة البحث، مشكلة البحث معناها لماذا اخترت هذا البحث ولم تختر غيره. إذا جاوبت على هذا السؤال يبقى أنت اشتغلت صح في مشكلة البحث. يبقى لما تيجي عند في الفصل الأول على بند مشكلة البحث، جاوب فقط لماذا اخترت هذا العنوان ولم تختر غيره. طيب شو علاقة مشكلة البحث بالعنوان؟ ما أنا لما اختار العنوان بدي أسأل حالي هذا السؤال، ليش اخترت هذا العنوان؟ ما أنا مش بعد ما اخترت بنفعل، لا يجوز إني أنا أختار العنوان وعندما أجي أكتب، عندما أجي أكتب مشكلة البحث تبعتي اللي تكون موجودة في الفصل الأول. مشكلة البحث هي جزء من أجزاء الفصل الأول. عندما أجي أكتب مشكلة البحث أقول طب أنا ليش اخترت هذا الموضوع؟ ما بنفعش، لا يجوز. يعني يعقل إنه أنا يعني أحط السبب بعد ما تنتهي الأمور كلها؟ أولاً بدي يكون عندي دوافع لاختيار الموضوع، ممكن يكون دوافع شخصية. ما هو البحث عشان تختاره بيتولد جواك مشاعر باتجاه هذا البحث، إنه أنا قادر أعمله، أنا حابه، أنا سهل علي أشتغل فيه. في أشياء تتولد جواك، دوافع جواك هتخليك تحب هذا البحث عن دونه. طب أضرب لك مثال كطالب في البكالوريوس على سبيل المثال، بتستخدم دائما القاموس اللي على جوالك، ممكن يكون قاموس لونج مان وبرمجي، برمجيات لونج مان، ممكن يكون قاموس اكسفورد، اي قاموس على جوالك، صح؟ لاحظت وانت بتستخدم القاموس انه مهارتك في البرونسيشن ارتقت في الالفاظ. يعني صرت تتكلم، في الاول كنت تحكي مثلا question، بعدين لاحظت من القاموس انها question وليست question. تطورت عندك، او مثلا كنت تحكي بين فصرت تحكي بين بين بين، فانت تطورت عندك المهارات اللفظية. فلما جيت تعمل بحث رحت قلت والله بدي اعمل بحث عن اثر استخدام القواميس الالكترونية على تطوير مهار على تطوير ال البرونسيشن، مهارة اللفظ أو البرونسيشن عندك ولا باللغة الإنجليزية. طب ليش أنت اخترت هذا العنوان؟ لأنك مررت بتجربة، لاحظت فيها أن القاموس الموجود على جوالك طور لديك هذه المهارة، صح؟ طب إذا مش في مجال اللغة الإنجليزية، إذا أنت باحث اجتماعي، تمام؟ ولاحظت أنه الكورونا خسرت السواقين، كيف خسرت السائقين؟ لاحظت انه الركاب ما بيقبلوش يركبوا ثلاثة في السيارة مع بعض، فقط اثنين في الكرسي الخلفي وواحد جنب السائق. فبتروح بتقول انه والله هذه الملاحظة خطيرة على المجتمع، بانه السائق ما عادش بيكسب،
فأنا بدي أروح أقول شو أثر مخسر السائق على الجانب الاقتصادي مثلا. طب أثرتني هاي المشكلة، أثرتني. إذا أنت بدك تجاوب في مشكلة البحث، لماذا اخترت هذا الموضوع؟ مش أنت تختار الموضوع بعد يقول ليش اخترته، لا، الأول بدك يكون عندك دافع لاختيار الموضوع. مثلا أنت بتعاني من أزمة الكهرباء، انقطاع كهرباء دائما. طب هاي الانقطاع شو عمل عندك؟ الانقطاع عمل عندك مش قادر تشتغل، إذا بتشتغل على النت مش قادر تشتغل. فبتروح بتقول أثر انقطاع الكهرباء على العاملين في مجال الفريلانسنج، الفريلانسنج اللي هو العمل عبر الانترنت. أثر انقطاع الكهرباء على العاملين في مجال الفريلانسنج من الناحية المادية، من الناحية الاقتصادية. طب شو اللي خلاك كثير هذا الأمر؟ صاحبك بيشتغل في فريلانسنج وبشكيلك، والله ماني قادر، كل ما باخذ مشروع من أبورك أو باخذ مشروع من فريلانسنج أو باخذ مشروع من، ما بقدرش أطبقه أو أنفذه في الوقت المحدد بسبب انقطاع الكهرباء. هي الدافع تبعك، هي اللي انت اخترت الموضوع لهذا السبب. يبقى أنا شو علاقة مشكلة البحث بالعنوان؟ عندما اختار العنوان ساعتها بده يكون الدافع حاضر في ذهني، والا مش هعرف اكتب مشكله البحث. العلاقه بين حدود الدراسه والعنوان. بالبدايه ما معنى حدود الدراسه؟ حدود الدراسه بمعنى معناها ما هي الامور التي توقفت الدراسه عندها. حدود الدراسه معناها ما هي الأمور التي توقفت الدراسة عندها، وهي حدود الحد الزماني. بمعنى أنك أنت بتعمل بحث، متى عملته؟ أنت اشتغلت فيه الفصل الأول من السنة الجامعية 2011-2020، اشتغلت فيه السنة الأولى أو سنة 2018، سنة 2019، أخذت سنة، هذا اسمه الحد الزماني. طب شو بلزمني الحد الزماني؟ بلزمني كثير. انت كطالب او كطالبه او كباحث او كباحثه كتبت انه الحد الزماني لمشروعك سنه 2015. سنه 2015 انت عملت بحث عن اثر التكنولوجيا على طلاب الصف السابع. النتائج تبعتك بتقول انه لا أثر للتكنولوجيا على طلاب الصف السابع، ما فيش أثر. في 2021 أنا بدي أعمل نفس بحثك، لكن الحد الزماني تبعي هو 2021. طب وين الاختلاف؟ النتائج عندي بتقول إنه هناك أثر عظيم وإيجابي لاستخدام التكنولوجيا على طلاب الصف السابع. طب وما الفرق؟ ليش في 2015 طلع ما فيش أثر وفي 2021 طلع فيه أثر؟ لأنه في 2015 ما كانش التعليم الإلكتروني إلزامي، في 2021 بسبب جائحة كورونا أصبح التعليم الإلكتروني إلزامي. لأنه في 2015 كانت الأجهزة غالية، ما كانش بإمكان الأهل يوفروا لابتوب أو جوال لأبنائهم. في 2021 الأجهزة الإلكترونية رخيصة، كل طفل في إيده فيه هاتف. في 2015 لم يكن لدى الأساتذة خبرة، في 2021 لدى الأساتذة خبرة. في 2015 لم يكن على الأولياء الأمور خبرة، في 2021 لدى أولياء الأمور خبرة. إذا أنا كباحث أترك أعرف من يأتي بعدي، أن أعرف من يأتي بعدي بالحدود الدراسة، بيمكن الباحثين الذين يأتون من بعدي من تطوير الدراسة. والله عملها في 2015، تعال نشوف هل اختلف الأمر في 2021؟ طب الحد الزماني خلصنا منه. الحد المكاني، أنا ممكن أعمل بحث في غزة، باحث آخر في الضفة الغربية طبق نفس البحث في الضفة الغربية وتطلع نتائج مختلفة عن نتائجي، لاختلاف الثقافة، لاختلاف الجغرافيا، لاختلاف الامتداد، تمام؟ وممكن تطلع متشابهة، للتشابه الديني، للتشابه الثقافي، للتشابه الأخلاقي. ممكن باحث يطبق نفس البحث في مصر، ممكن باحث يطبق نفس البحث في القدس. إذن الاختلاف وين بيحصل؟
لما أعرف الباحث بالحد الزمان المكاني تبعي بيطبق البحث في مكان ثاني. تمام. أيضا هناك الحد الموضوعي. شو يعني الحد الموضوعي؟ إن الموضوع تبعي يتناول جزئية من جزئيات الموضوع وليس كل الموضوع. يعني أتكلم التكنولوجيا أروح أخذ منها برنامج زوم، أخذ منها برنامج جوجل، جوجل فورم أو جوجل كلاسر أو جوجل كلاس روم. طب أنا أخذ جزء من التكنولوجيا، واحد تاني ممكن أنت أخذ جوجل كلاس روم، واحد ممكن يأخذ جوجل فورم ويعمل نفس البحث بس على جوجل فورم، بيسهل على الباحثين تطوير دراستي. طب شو علاقته بالعنوان؟ الحد الزماني أو الحد المكاني أو الحد الموضوعي، واحد منهم لازم يكون ظاهر في عنوانك، واحد منهم على الأقل واحد يجب أن يظهر في عنوانك. إذا واحد منهم ما ظهرش في عنوانك في مشكلة في العنوان، يجب أن يظهر إما الحد الزماني فتقول مشكلة أو مثلا أثر استخدام التكنولوجيا أو أثر استخدام برنامج زوم على طلاب جامعة القدس المفتوحة. وين المكاني؟ جامعة القدس المفتوحة. يجب أن يظهر في العنوان، هذا ظهر الزمان المكاني. ممكن يظهر الزماني نقول أثر جائحة كورونا 2021 على طلاب جامعة القدس المفتوحة، ظهر الزماني والمكاني. وممكن يظهر الحد الموضوعي فقول General Analysis Applying، أقول مثلا An analysis of Biden speech using general analysis، تحليل خطاب بايدن باستخدام الجنرال اناليسيس. اذا حددت الموضوع تبعي خطاب بايدن باستخدام الجنرال اناليسيس. اذا يجب ان يظهر في البحث في عنوان البحث اما الحد الزماني اما الحد المكاني اما الحد الموضوعي واما حدين مع بعض. تمام. نيجي على حدود الدراسة تكتب هي. تلاحظ عندي هنا استخدام تطبيقات الهاتف لدى طلاب اللغة الإنجليزية في جامعة القدس المفتوحة. قال لك الحد الزمان الحد المكاني Open القدس Open University، ظهر في العنوان. إذا ما ظهر في العنوان يجب أن يظهر، هنا ظهر الحد المكاني. ممكن يظهر الحد الزماني أو الحد الموضوعي، وأنا بقول غالبا 99% يظهر الحد، 99% يظهر الحد المكاني أو الحد الموضوعي، ونادرا ما شفت أبحاث يظهر فيها الحد الزماني. اتفقنا؟ إذا انتهينا لعند العلاقة بين حدود الدراسة والعنوان، الآن العلاقة بين التعريف الإجرائي والعنوان. وأنا بسأل ما هو التعريف الإجرائي؟ ما هو التعريف الإجرائي؟ مثلا في موضوع عندي، نفترض موضوع مثلا موضوع التحليل النقدي لخطاب ترامب، ومش اي خطاب، حنقول مثلا خطاب تولي السلطة لترامب. انا جو التحليل النقدي معناه Critical Discourse Analysis CDA. اليوم معروف عندي Critical Discourse Analysis إلها مئات التعريفات، مئات التعريفات. انا بكتب في التعريف الاجرائي تبعي تعريف انا بتبناه، واحد انا بتبناه، وقد يكون تعريف مش لشخص، ممكن انا اختار جزء من تعريف محمد وجزء من تعريف محمود وجزء من تعريف هايمس وجزء من تعريف دل، واكون تعريفي الخاص انا. وكأني بقول أن التعريف الإجرائي هو التعريف الذي يتبناه الباحث أو التعريف الذي ابتكره الباحث لجزء من العنوان. يعني أنا مثلا أقول استخدام التكنولوجيا، التكنولوجيا لها تعريف كثير، تعريفات كثيرة جدا، لكن الباحث بيروح بيمسك كلمة تكنولوجيا وبيعرفها هو، بيعرف هو التكنولوجيا وبيقول عندما تظهر لكم كلمة تكنولوجيا في هذا البحث فهي تعني 1 2 3. يبقى مش المعنى اللي مش هتلاقي كلمة تكنولوجيا بالمعنى القصد الدكتور محمود أو الدكتور أحمد أو الدكتورة سندس أو الدكتورة هبة، لا، هو بالمعنى الذي يقصده الباحث.
هذا هو التعريف الإجرائي. طب ما علاقته بالعنوان؟ التعريف الإجرائي هو يؤخذ من العنوان. الكلمة الجوهرية في العنوان والتي ترى أن القارئ قد يصعب عليه فهمها أو قد يصعب عليه أن يفهمها أو أن يراها كما تراها أنت، ممكن يفهمها هو لكن يفهمها بمنظوره هو أو بمنظور باحثين آخرين، لكن أنت يجب أن تريه منظورك أنت، فبتأخذ هذه الكلمة وبتعرفها من وجهة نظرك أنت. فهذا هو التعريف الإجرائي. ما هي الخطوة الأولى لنبدأ في كتابة البحث العلمي؟ نيجي الآن نجاوب على السؤال الثالث، ما الأمور الواجب أخذها بعين الاعتبار حين نختار موضوع البحث؟ 1- إمكانية تطبيق البحث مادياً زمانياً منطقياً. يعني معقول أنا أجي أختار بحث بيكلف تطبيقه 10,000 دولار وأنا معيش 100 دولار؟ لا يعقل. طب كيف بتسألني كيف ممكن بحث يكلف 10,000 دولار؟ أنا أروح أعمل مقارنة ما بين تدريس اللغة الإنجليزية في فلسطين وتدريس اللغة الإنجليزية في مصر. طب أقل شيء بدي أسافر لمصر. طب تكلفة السفر لمصر، بدي أسافر لمصر أجلس فيها شهر زمان. طب تكلفة السفر هذه إذا مش متوفرة معي كيف بدي أعملها؟ مش بيستصدر كمان تصريح من الجانب المصري لدخول المدارس ومش كل هالتكاليف؟ طب إذا مش متوفرة معي هاي التكاليف كيف بدي أطبق البحث؟ إذا لما بدي أختار بحثي بدي أعرف إنه عندي قدرة مادية أصرف عليه. أولا اخترت موضوع يقبل التطبيق لكن طريقة التطبيق تبعتي مكلفة وأنا ما معيش التكلفة، يبقى أبعد عن الطريقة أو أبعد عن الموضوع المكلف تكلفة لا أستطيع دفعها. طب زمانيا، طب معقول أختار بحث يقعد 7 سنين؟ طب زي إيش بحث يقعد 7 سنين؟ إن أقول مثلا بدي أجي أطبق نظرية تشومسكي اللي بتقول عن اللي ذكرناها قبل شوي، بتتكلم عن العمر الحرج أو السن الحرج، فأروح أقول بدي أخذ طالب من ابتداء من سن سنة لعند سن 14 مجموعة الطلاب وأبدأ أدرب فيهم. طب أخذ هذول 7 سنين أو 8 سنين أو 10 سنين أشتغل عليهم عشان أطلع بحث وأقول آه ولا طلع كلام تشومسكي صح أو طلع خطأ؟ يعني مجهد زمنيا كثير. أما ممكن أنت تموت وطالب يموت أو يبطل الطلاب يكملوا معك، يعني أمور كثيرة في 7 أو 10 سنوات تشتغل فيها طالب هيك، أو تيجي تبحث عن نبتة مثلا. طبعا أنت كباحث بسيط مكلف زمنيا، لكن ما بتكلمش عن مؤسسات ممكن تعمل في هذا المجال، مؤسسات مش شخص، مؤسسات اللي لا تأخذ اعتبار للزمان. لكن أنت كباحث بسيط يجب أن تأخذ اعتبار للزمان، أو لازم يطبق منطقيا. تقول لي مثلا بدي أعمل بحث عن الزراعة في القمر، إني أزرع نبتة على القمر. طب أنت مين منطقيا؟ أنت مش أنت، أنا مين عشان أطلع على القمر وأزرع نبتة هناك؟ ومين أنا يعني؟ هذا بحث خيالي. فإذا إمكانية تطبيق البحث من أهم الأمور لما نكتب العنوان أتأكد منها، أن يكون البحث قابلاً للتطبيق من الناحية المادية معاي فلوس، الناحية الزمنية الوقت محدود، الناحية المنطقية قابل إن أنا أعمل بحث مثلاً عن القنبلة النووية. هو أنا ممكن أعمل بحث عن القنبلة النووية أو أنت ممكن تعمل بحث عن القنبلة النووية؟ تمام. الحداثة، طبعاً أنا أروح أعمل بحث على سبيل المثال على أثر استخدام السيوف في انتصار الجيش في المعارك. هو عاد حدا بيستخدم السيوف؟ عاد حدا بيستخدمها؟ او تروح تقول لي اثر استخدام مثلا grammar translation approach on teaching English، هذه نظرية اسمها grammar translation approach، تاخذها هاي تطبقها وهي اصلا ما عادش حد يعترف بيها، او reading approach تروح تطبقها وما عاد حد يعترف بيها. ايضا من ضمن الحداثه الا يكون البحث قد قتل بحثا. شو يعني قد قتل بحثا؟ تروح تجيب لي موضوع كل الامه حكت فيه، كل امه لا اله الا الله حكت في البحث، لا يجوز. جيب لك حاجه جديده،
أن يكون الموضوع المختار شريحة من المهتمين به. أنا بقولش تجيب لي موضوع فريد زمانه ومكانه، أنا بقول على الأقل يبقى في شريحة مهتمة، شريحة الأساتذة هتقرأ موضوعك، شريحة السوبرفايزرز المشرفين هيقرأوا موضوعك، سيدي شريحة أولياء الأمور، شريحة الطلاب، سيدي شريحة الباحثين. أما تعمل موضوع ما حدا يهتم فيه ما بلزمش، لا أن تختار موضوع مهم على الأقل لدى فئة، مش أقول لك فئات، لدى فئة على الأقل، أن يكون لدى الباحث حد أدنى من المعرفة. يعني معقول أروح أنا مدرس لغة إنجليزية أروح أعمل موضوع عن تدريس الرياضيات، منيح أنا في الرياضيات لكن مش معقول مش مجالي، ولا مدرس رياضيات يعمل بحث في الفيزياء النووية أو الكيمياء النووية، ولا يعمل بحث في مجال مثلا علوم الكواكب مثلا، مش لدرجة تزيطش فيها يعني. يعني يكون بحثك في حدود معرفتك. وأيضا من المهم أن تتوفر المراجع والمصادر. روح جيب لي موضوع ما فيش فيه كتب، ما فيش فيه دراسات، ما فيش فيه أبحاث، طب من وين بدك تكتب؟ أنت وأنت تكتب البحث يجب أن تعرف أنك لا تؤلف، أنت ما بتألفش. عملية كتابة البحث العلمي ليست عملية تأليف، وإذا حد قال لك أنك أنت بتشتغل تأليف فأنت غلطان، واللي قال لك غلطان. عملية كتابة البحث العلمي هي عملية استذكار لما سبق وقيل قبله، بدك تروح تجيبه وتستحضره وتجمعه وتشتعمل عليه أنت دورك، تنتقده وتنقحه فقط، أنت ما بتألفوش، أنت بتبدي رأيك فيه وبتحاول تقارنه ما بين تقارن، تعمل مقارنة، تعمل تطبيق، تعمل استنكار، تعمل موافقة، أما ما بتألف. فإذا ما في مراجع، شو هالبحث اللي ما فيش فيه مراجع؟ لا يمكن تطبيقه. الموضوع التالي، ما الخصائص التي يجب أخذها بعين الاعتبار حين كتابة عنوان البحث؟ عنواني نفسه الآن بدي أكتب العنوان، بدي أكتب العنوان، بدي رايح عدد الكلمات. يعني مثلا العنوان نجد عناوين 21 كلمة أو 25 كلمة، صدقني طويل. وأنا معلومة عندي ليست أكيدة، يعني مش متأكد منها، أنه العنوان يجب ألا يتجاوز 17 كلمة، العنوان يجب ألا يتجاوز 17 كلمة. أنا بالنسبة لي بفضل أنه لا يتجاوز أصلا 14 كلمة. أما ألاقي عنوان 3 متر حرام، حرام. يعني أن يكون العنوان محددا. طب شو يعني محددا؟ طب خلي كلمة محددا للآخر لأنها مهمة جدا، وهذه أهم في الموضوع. أن يرتبط بعناصر البحث تكلمنا فيها، حكينا أنه العنوان مرتبط بالهدف ومرتبط بالسؤال ومرتبط بحدود الدراسة ومرتبط بمشكلة الدراسة، تمام؟ أن يرتبط بعناصر البحث. طيب إذا كان البحث تجريبي، لأنه في بحث تجريبي يجب أن يحتوي على، يعني تجريبي معناه البحث التجريبي يكون فيه أثر ومؤثر وتأثير. إذا كان بحثي في أثر تجريبي فعليه أن يحتوي على متغيرين. شو يعني متغيرين؟ المتغير هو الشيء الذي يقبل التغير، وفي عندي نوعين منه، متغير مستقل ومتغير ثابت. متغير مستقل ومتغير تابع، أنا آسف. طب كيف متغيرين؟ أثر استخدام التكنولوجيا، التكنولوجيا هي متغير على طلاب الصف السابع، هي متغير تاني. ليش؟ التكنولوجيا تؤثر على طلاب الصف السابع. فإذا كان، طب أنا كيف عرفت أنه تجريبي؟ طب ما بروح أجرب التكنولوجيا على طلاب الصف السابع، هاي جربت. في هذا البحث يجب أن يكون عندي متغيرين. طب في بحث ثاني ما بكونش فيه متغيرات، زي مثلا قصيدة أحمد شوقي أو تحليل قصيدة أحمد شوقي تحليلا مثلا، يعني أنا ما بعرفش في العربي، يعني ورطت حالي بهذا العنوان، لكن مثلا نقول تحليلا بلاغيا. طبعا هنا ما فيش متغيرات. باللغة الإنجليزية ممكن نقول critical discourse analysis of Biden's speech of Biden's taking of his speech، تحليل critical discourse analysis لخطاب بايدن عندما تولى السلطة. هنا ما فيش أثر ومؤثر وما فيش متغيرات. لكن الأبحاث اللي فيها تجربة، يعني بدي أعمل تجربة وأطبقها،
هاي الابحاث بدي يكون فيها متغيرين، متغير شيء يؤثر على شيء اخر، شيء يؤثر على شيء اخر. الوضوح والبعد عن الغموض، موضوع بدي يكون واضح، بدي يكون واضح. ما اقعدش انا يجب باختصار معنى الوضوح والبعد عن الغموض، حين اكتب عنواني يجب ان يفهمه احمد بنفس الطريقه التي يفهمها علي، بنفس الطريقه التي تفهمها سهى. اذا اثنين فهموا، اذا احمد فهم بطريقه وعلي فهم بطريقه العنوان، راجع عنوانك. لن ناخذ مثال، انا متاسف طبعا اطلت في الشرح، لكن ناخذ مثال سريع وانهي الدرس ان شاء الله. كلمه التكنولوجيا، اكتب عندك على الورقه التكنولوجيا، ثم اسال نفسك هذا السؤال، اي تكنولوجيا؟ لانه كلمه التكنولوجيا قبل دقيقه لسه قلت انه يجب عنوان البحث ان يكون محددا، بس كلمه تكنولوجيا مش محدده. كلمه تكنولوجيا ممكن تكون تكنولوجيا الذكاء الصناعي، ممكن تكون تكنولوجيا الاقمار الصناعيه، ممكن تكون تكنولوجيا النانوميتر، تكنولوجيا الطب، تكنولوجيا الحاسوب. فكلمة تكنولوجيا كبيرة، لا يجوز أن تكون موجودة في عنوانك. يجب أسأل أي تكنولوجيا؟ تكنولوجيا التعليم. طيب تكنولوجيا التعليم موضوع لسه كبير، لسه كبير. أي جزء من تكنولوجيا التعليم؟ هان لسه أنا في نقطة اسمها المثلث هذا، المثلث المنقلب اللي أنا فيه بضيق العنوان، بدأت بتكنولوجيا نزلت لعند تكنولوجيا التعليم، بسأل أي جزء منها؟ طب باوربوينت هو جزء، زوم جزء من تكنولوجيا التعليم، جوجل ميت هو جزء من تكنولوجيا التعليم، واتساب، تليجرام، فيسبوك، كل هذه برامج تستخدم في التعليم، أوفيس، ومن أوفيس ممكن أقول إكسل، ممكن اقول الباوربوينت ما حكيناه، ممكن اقول الوورد، صح؟ كلها. اذا انا اختصرت زغرت تكنولوجيا التعليم لوحده من هدول، لوحده لوحده من هدول، ولو افترضت اي واحده من هدول، اذا صغر المثلث عندي، كنا بدرجه كبيره صرنا بدرجه اقل، الان بدرجه ايضا اقل. طيب طبعا انا متاسف اي جزء منها هي خطا مكرر. طيب بنسأل ما به البرنامج عندي، واحد اثنين ثلاثة، ماله؟ مال برنامج باوربوينت، مال برنامج زوم، مال الواتساب، مال جوجل ميت، مالهم هدول؟ أريد أن أكتشف أثره، واحد منهم، واحد مش كلهم، واتساب، تليجرام، فيسبوك، جوجل ميت، جوجل زوم، جوجل فورمز، مايكروسوفت فورم، مودل، كثير كثير من البرامج، بدي اكتشف اثره او اقارن بينه وبين غيره. يعني ممكن اروح اقول مودل، مقارنه ما بين مودل وجوجل كروم، او ان اعرف عيوبه او ميزاته للبرنامج، ايضا ان اكتشف وجهه نظر الاخرين به. إذا عندي احتمالات كثير، دير بالكم أنا لما بقول بعطيك واحد اثنين ثلاثة أربعة، أنت أمامك تسأل لعند 100، والبرامج اللي ذكرت لك إياها أمامك تحط كمان المزيد. طيب على مين؟ وجهة نظره على مين؟ مين الآخرين هدول؟ طيب أكتشف أثره على مين؟ كيف؟ كيف أقارن؟ كيف أعرف عيوبه؟ طيب أثره قد يكون على الطلاب، أن أكتشف أثره على الأساتذة، أن أكتشف أثره على الأهالي، أن أكتشف أثره على الإدارة المدرسية، أن أكتشف أثره على الإدارة التربوية. شوف أثره، هذه كلمة أثره كيف صغرتها أنا، وواحد من هذول، وكل واحد من هذول أصبحت موضوع. الآخرين جاوبتك عليهم، أي آخرين؟ من أي ناحية؟ طيب أثره على الطلاب أو الأساتذة أو الأهالي أو الإدارة المدرسية أو إدارة التربوية، من أي ناحية التأثير؟ قد يكون الأثر النفسي، وقد يكون الأثر الاجتماعي، وقد يكون الأثر التحصيلي،
وقد يكون الأثر الاقتصادي اللي بدي إياه. طب أي طلاب تقصد؟ كلمة طلاب كبيرة، كلمة أساتذة كبيرة، كلمة إدارة كبيرة. مش الحريم بدي أصغر كل كلمة بدي أعمل لها المثلث المنقلب. طلاب الصف السابع، أساتذة اللغة الإنجليزية، إدارة مدارس المنطقة الوسطى، الإدارة التربوية في قطاع غزة. لاحظ عندي العناوين التالية: استخدام برنامج الزوم. هاي عنوان، هاي عنوان رقم واحد. نعد معاك عناوين. شوف كل عنوان بدي أحط عليه صح. هاي عنوان. طب بدلت العنوان قبل ما أكمل. استخدام برنامج باوربوينت. هاي صار عندي عنوانين وبكمل نفس العنوان. دير بالك يعني أنا بقول هاي عنوان رقم واحد: استخدام برنامج الزوم في تطوير مهارة التحدث بالإنجليزية لدى طلاب السابع الذكور بالمحافظة الوسطى. هاي عنوان. عنوان ثاني: استخدام برنامج باوربوينت في تطوير مهارة التحدث بالإنجليزية لدى طلاب السابع الذكور بالمحافظة الوسطى. إذن كلمة واحدة عملت عندي عنوانين. طب هاي عنوانين، نيجي أكثر. تمام، نيجي أكثر. قال لك في تطوير مهارة التحدث، هاي عنوان. طب أبدلها وصارت مهارة الاستماع. إذن صار عندي هاي ثلاث عناوين، ومش ثلاث عناوين، أربع عناوين. لأن أنا ممكن أقول استخدام، عم يزنكوا بس، ممكن أقول استخدام أربع عناوين. أشرح لك إياه كيف. أقول استخدام برنامج الزوم في تطوير مهارة التحدث، استخدام برنامج باوربوينت في تطوير مهارة التحدث، استخدام برنامج باوربوينت في تطوير مهارة الاستماع، استخدام برنامج زوم في تطوير مهارة الاستماع. أربع عناوين. تبديل كلمة. بمعنى أنه أنا ممكن أعمل العنوان الأول، أنت ممكن تعمل اثنين، وصاحبنا ثلاثة، وزميلتنا أربعة. بس تبديل كلمة بيعطي بحث جديد، بحث جديد بالكامل. طيب استخدام لدى طلاب السابع، هاي عنوان، أبدله لدى طلاب الثامن. طب لما بدلت السابع والثامن كم عنوان؟ على الأقل خمسة. عارف ليش؟ لأن ممكن أقول الزوم على السابع، الزوم الباوربوينت على الثامن، هاي عنوانين صح؟ طيب الزوم في التحدث على السابع، الزوم في الاستماع على السابع، الباوربوينت في التحدث على السابع، الباوربوينت في الاستماع على السابع. وبدل الصف. كلمة واحدة ممكن تعطيني خمس عناوين. أنا بقول لك على الأقل تغيير كلمة، خمس عناوين، خمس أبحاث. طيب بلاش نيجي على المحافظة الوسطى، غير المكان، بصير غزة. كم عنوان؟ على الأقل خمسة، على الأقل. طيب بدل كلمة طلاب، أساتذة. طب بدل كلمة إنجليزي، لا، الإنجليزي يعني إذا غيرتها بدي أغير المهارة. إذا غيرت الإنجليزي بدي أغير المهارة. أنا ممكن أقول يعني مهارة مثلا حل المسائل في الرياضيات. طيب نيجي بدل ما أقول الإناث أو الذكور أقول الإناث. طب ممكن أشيل إناث وذكور أقول فقط كلهم إناثا وذكورا. شوف كم عنوان على الأقل من كلمة تكنولوجيا، بطلع على الأقل 60 عنوان ب60 بحث ل60 طالب. تمام؟ آخر جزئية في نصائح نقدمها لصياغة العنوان. عشان أنا أعرف أختار موضوع، بدي أطلع على ما قدمه الآخرين من موضوع مرتبطة بشكل أو بآخر بموضوع. بدي أقرأ بعمق حول الموضوع الذي قررت أن أختاره. جيت قلت أتكلم عن التكنولوجيا، بدي أروح أقرأ في التكنولوجيا. تكنولوجيا التعليم، بدي أقرأ في تكنولوجيا التعليم. طب من تكنولوجيا التعليم اخترت باوربوينت، بدي أقرأ عن الباوربوينت. طب في زملاء إلي فهمانين في الباوربوينت وكذا، أستشير زملائي وأصدقائي. أكتب وأكتب وأكتب وأعد الكتابة. العنوان مش سهل. ما تتوقعش انك من اول لحظة هتكتب العنوان. لو كتبت العنوان من اول لحظة فانت كتبته خطأ. اكتبه مرة واثنين وثلاثة وعشرة وخمسطعش الى ان تصل الى العنوان الكامل والصحيح. تأكد ان اختيار وصياغة العنوان هو واحد من اصعب المهمات. اجتياز هذه المرحلة سيقودك لاجتياز البحث بالكلية. أصلاً إذا اخترت كتبت العنوان وصغته صياغة صحيحة
فانت اجتزت اكثر من 70% من البحث، لان العنوان سيدلك الى كل متطلبات الفصل الاول ونصف متطلبات الفصل الثاني ويمكن ربع متطلبات الفصل الثالث. اخر نقطة اوصيك فيها الصبر ثم الصبر ثم الصبر. انا مش عارف اذا كنت هتوصل لنهاية هذا الفيديو او اصبح هو ساعة، بتكون صبور يعني. اتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله اتابع في الدرس القادم درس جديد في هذا الموضوع نكمله ان شاء الله. اليوم اذا اردت ان تختبر نفسك استفدت او لا، اكتب 5 عناوين، اكتب 5 عناوين. اذا حابب اني انا اطلع على العناوين ضعها في التعليق، وممكن ان انا اعلق لك على العنوان اقول لك هذا خطأ او هذا صح او في اصح او ايا يكن. بارك الله فيكم، وان شاء الله تكونوا استفدتم وما يكون تعبي يعني اهدر مجانا. وفقكم الله لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.